السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم سنتطرق إلى حسابات الأسطوانة الهيدروليكية. طبعا بشكل عام عندنا ثلاث أمور أساسية قد تمر علينا في مسائل الأسطوانات الهيدروليكية، إما يطلب من عندنا حساب الضغط على الأسطوانة أو القوة المسلطة على الأسطوانة أو ربما مساحة الأسطوانة. طبعا راح نلجأ الى القانون اللي هو يقول P يساوي ال F على A. ال P هو ال pressure الضغط، وال F هو القوة force، وال A هو المساحة area. فأي واحد من ذني يطلبه لازم ينطيني يعني المعلومات الأخرى اللي هي تتناول اما يعطيني الضغط والقوة يريد المساحة، او يعطيني الضغط والمساحة يريد القوة، او ما شابه. هذا بالنسبة لحسابات الضغوط والقوى، وراح نعرف عندنا حالات تتساوى بها الضغوط وعندنا حالات تتساوى بها القوى. شو وقت ال F1 تساوي ال F2 وش وقت ال P1 تساوي ال P2، راح ناخذها بالتفصيل. الأمر الآخر اللي قد يطلبه في مسائل الأسطوانات هي حساب سرعة الأسطوانة. طبعا سرعة الأسطوانة مثل ما تعرفون معتمدة على مدى التصريف، يعني مدى كمية السائل اللي تدخل للأسطوانة خلال وحدة الزمن، يعني اللي هو بالضبط هو التصريف. فكلما كان التصريف عالي كلما كانت السرعة عالية. يعني أنا من أريد أتحكم بسرعة الأسطوانة أتحكم عن طريق التصريف، أزيد التصريف أو أقلل التصريف عن طريق صمام يدعى الفلو فلو فلو ريت فالف. فالتصريف قانون شي يقول إذا تتذكرون في معادلة الاستمرارية الـ Q بشكل عام اللي هو التصريف يساوي مساحة المقطع العرضي مضروب في السرعة، سرعة السائل. زين، مساحة المقطع العرضي لمن؟ للأسطوانة نفسها مضروبة في سرعة الأسطوانة. فإذا أني كان عندي التصريف معلوم والمساحة مساحة الأسطوانة معلومة، مساحة المقطع العرضي للأسطوانة معلوم، فممكن أنه أستخرج سرعة الأسطوانة. أو قد ينطيني السرعة والمساحة ويريد التصريف، أو يريد المساحة وينطيني التصريف والسرعة. فبشكل عام تلاحظون أنه أقدر أحسب سرعة الأسطوانة من خلال التصريف. أنت تعرف أنه عندي أسطوانة معينة، هاي الأسطوانة ممكن أن تتحرك بسرعة مختلفة اعتمادا على التصريف المتوفر لها، واعتمادا ايضا على مساحة مقطعها العرضي. هذا القانون الثاني اللي هو اقدر طبعا ارتبه شلون ما اريد. يعني هاي اعطيكم القوانين الاساسية، وانت بعد شنو المجهول عندك تخليه على جانب اليسار والمعلوم تخليه على جانب اليمين، وتحاول تسوي العمليات الرياضية وتطلع الناتج طبعا مع الالتفات الى تناسق الوحدات. طبعا هنا عندنا اخر شيء حسابات قدرة الاسطوانة. قدرة الاسطوانة هي يرمز لها بالرمز بي اوت. البي اوت الباور الخارجي، القدرة الخارجية. طبعا عندنا نوعيتين من القدرة الخارجية، يعني المنظومة الهيدروليكية القدرة اللي استفاد منها هي اما تكون حركة خطية واما تكون حركة دورانية. الحركة الخطية هي تقوم بها الاسطوانة فيرمز لها بالبي اوت، او قد تكون عندي البي اوت هي عباره عن محرك دوراني. محرك الدوراني والقانون القدره مالته ناخذه يعني اخذناه، او ايضا راح نعيده، انه 2 باي تي ان على 60. هاي بالنسبه للمحرك الهيدروليكي. اما بالنسبه للاسطوانه فببساطه القوه المسلطه على الاسطوانه مضروبه في سرعه الاسطوانه. هاي راح ينطيني القدره. وشلون راح ينطيني القدره؟ هنا لو نجي نفصلها اكثر نقول انه القوة هي نيوتن، يعني القوة هي نيوتن على سبيل المثال، والسرعة هو المتر على الثانية. فمثل ما تعرفون نيوتن في متر هو شغل، القوة في الإزاحة شغل يعني طاقة، والشغل أو الطاقة مقسومة على الزمن، ثانية هو زمن مقسومة على الزمن راح يعطيني قدرة. فشغل على زمن قدرة، فإذن الشغل مالتي مضبوط. نجي على التصريف هم يمكن احنا ما شرحناها. التصريف طبعا هنا القدرة هو ايضا بالواط، والواط قلنا هو يساوي النيوتن في متر على الثانية، هو هذا وحدات الواط. زين، نجي هنا على سبيل المثال اخذنا المتر مكعب على سبيل المثال، متر مكعب بالثانية.
هنا السرعة بيش تنقاس؟ يفترض المساحة بالمتر المربع على سبيل المثال طبعا، مضروبة في السرعة اللي هي المتر على ثانية على سبيل المثال. فش راح يصير عندي؟ متر مكعب على الثانية يساوي لي متر مكعب على الثانية. نجي هنا على القوة، على الضغط، هاي انتخاب ان شاء الله من تيم عد. الضغط هو نيوتن على المتر المربع، وهنا ايضا هاي نيوتن وهاي عندي متر مربع، اذا ما عندي اي مشكلة. بعد هذا البيان راح نجي نتحول الى نشوف الحالات اللي متى تتساوى الضغوط وش وقت تتساوى القوى، وناخذ بعض المسائل بهذا الشأن. طبعا بداية خلنا نعرف شنو ضغط السائل. طبعا بشكل عام انتو اخذتوا اكو عندنا ضغط السائل الساكن اللي هو عبارة عن يساوي رو جي اتش الكثافة، هذا ضغط السائل الساكن اذا تتذكروه، بي تساوي رو جي اللي هو رو الكثافة الكتلية، جي التعجيل، والاتش هو مدى عمق النقطة عن سطح السائل او مدى ارتفاع السائل فوق النقطة المراد حساب الضغط. هذا ضغط سائل ساكن يعتبر. الان بالمنظومة الهيدروليكية نحسب ضغط السائل اللي هو تحت تأثير قوة وتحت تأثير الحركة مثل ما نقول احنا. فشون نحسبه؟ بشكل عام الضغط يساوي مثل ما قلنا هنا القوة على المساحة. زين، من عندي فد منظومة مثل ما موضحها امامكم بالشكل، راح يكون السائل كله متصل مع بعضه. فمتى ما كان السائل متصل مع بعضه حسب قاعدة باسكال ان الضغط المسلط على نقطة في سائل محصور تنتقل الى جميع نقاط السائل بالتساوي. اذا هنا الضغط ايش قد ما يكون راح ينتقل في جميع نقاط السائل هو نفس الضغط. هاي نقطة، يعني شنو؟ يعني مثلا اذا فرضنا انه هذا هنا عندي P1 الضغط الاول وهذا عندي P2، فاللي راح يصير عندي شنو؟ انه ال P1 راح يساوي لي ال P2. هذا المفتاح مالتي عندما اشوف السائل متصل مع بعضه، وراح تترتب عليه ايضا مسائل. فضغط السائل بشكل عام هو كمية القوة التي يسلطها السائل على وحدة المساحة. يعني القوة عندما تسلط على مساحة معينة راح تتوزع على هذه المساحة، فكل جزء من هذه المساحة راح ينال جزء من القوة، فهو هذا نسميه احنا ضغط. هل قد قوة لكل متر مربع؟ هل قد قوة هل قد نيوتن لكل متر مربع؟ نيوتن لكل سنتيمتر مربع، وهكذا. إذن هو كمية القوة التي يسلطها القوة، يعني F، كمية القوة اللي هي F مثلا التي يسلطها السائل على وحدة المساحة اللي هي ال A. وحدة مساحة يقصد بها متر مربع واحد، سنتيمتر مربع واحد. فمن نقسم ال F على A راح تطلع لنا القوة لكل وحدة مساحة التي يسلطها السائل على وحدة المساحة من الوعاء الذي يحتوي السائل. يمكن أن يقاس ضغط السائل باستخدام مقياس الضغط، هذا الجيتش بريشر الذي يكون في اتصال مع السائل. كما يمكن حساب الضغط رياضيا، شلون نحسبه رياضيا؟ عن طريق المعادله اللي هاي امامكم، تقول بي يساوي اف على اي، او هنا على هذا الدائره امامكم او المثلث في بعض الاحيان يرسم البي تساوي الاف على اي، والاي تساوي الاف على بي، والاف تساوي البي في الاي. هذا الخط الافقي هو قسمه، والخط العمودي معناتها ضرب. زين، طبعا وحداته شنو؟ وحدات الباسكال او اللي ما يدعى بالنيوتن على المتر المربع. النيوتن على المتر المربع او الباسكال اثنيناتهم نفس المعنى. الباسكال وحدة صغيرة، لذلك عندما يتعاملون عادة يستخدمون مضاعفات الباسكال اللي هي كيلو باسكال، ميجا باسكال وما شابه. يعني لاحظ هنا يقول لك 50,000 باسكال، فممكن انت تقول هذه 50 كيلو باسكال. زين، وهكذا. طبعا اتكلمنا قلنا في حال تساوي الضغوط نفس الشكل السابق انه السائل يكون متصل. فالشكل المجاور هذا امامكم يوضح ان الضغط يمكن ان يولد قوى مختلفة. ها هنا من عندي الضغط ثابت، يعني قلنا هنا اشرنا انه ال P1 تساوي لل P2. ال P1 مقصود بها عفوا القوة المسلطة على هذا الجزء من السائل
والبي 2 اللي راح تكون هنا. فالبي 1 تساوي البي 2، ليش؟ لأن يعني جميع نقاط الساعة المتصلة مع بعضها. فاللي راح يترتب عليه شنو؟ عندما أعوض عن البي بما يساويها راح يكون عندي الاف 1 على الاي 1 اللي هو يمثل لي البي 1، يمثل لي البي 1 راح يساوي لي الاف 2 على الاي 2 تمثل لي البي 2. وكذلك عندي نقطة أخرى بهذا المجال، عندي كمية السائل اللي راح تنتقل من النقطة 1 خلينا نسميها إلى النقطة 2 هاي ثابتة، يعني الفي 1 المتحركة اللي تحركت هنا تساوي الفي 2 اللي تحركت هنا، يعني هاي الفي 1 ممثلة بهذا الجزء هسه، هذا الفي 1، هذا الفي 1 المفروض تساوي لي هاي الفي 2 الجزء اللي راح يتحرك هنا. طبعا الشكل مختلف، اوكي احنا قلنا السائل ياخذ شكل الوعاء الذي يحتويه يختلف شكله، لكن كحجم هذا نعتبره خلينا نقول هذا الفي 2 وهذا خلينا نعتبره الـ V1 فالـ V1 تساوي الـ V2 اللي راح يترتب عليه شنو؟ إذا كلما زادت مساحة المكبس، أقصد بهاي مساحة المكبس هاي أو هاي، كل ما زادت لاحظوا الـ S اللي هو المسافة اللي راح يتحركها المكبس راح تقل عندي، بينما هنا المساحة المكبس صغيرة المسافة أو الإزاحة كبيرة، هنا بالعكس المكبس مساحته كبيرة الإزاحة صغيرة. طبعا هسه واحد يسألني يقول لي ليش، أقول له هذا مقتضى قانون حفظ الطاقة، لأنه أنت هنا من سلطت قوة مقدارها F1 على سبيل المثال، F1 حركت لك الجسم إزاحة مقدارها S1، إذا الشغل راح يصير شي يساوي لي W، ال F1 مضروب في شنو؟ في ال S1. زين يصير اني اذا سلط شغل، الشغل هو شنو؟ طاقة. فالشغل اللي هنا سلطته راح ينجز لي شغل هنا، هذا الشغل اللي هنا يكون اكبر لو اصغر لو يساوي، طبعا عادة هو اصغر لانه اكو فواقد، لكن على سبيل المثال لو قلنا طبعا مستحيل يكون اكبر لانه ما ممكن انت تسلط طاقة معينة وتحصل طاقة اكثر من عندها، لا ممكن تحصل اقل لانه وجود لوسز او فواقد، لكن بشكل عام إذا أهملنا الفواقد فالشغل رقم واحد راح يساوي لي الشغل رقم اثنين. يعني نقدر نصيغ المعادلة بهالطريقة، هاي نقول الشغل رقم واحد يساوي الشغل رقم اثنين ويساوي القوة الأولى مضروبة في الإزاحة الأولى وتساوي القوة الثانية مضروبة في الإزاحة الثانية. فهنا نلاحظ أنه أني كل ما حصلت قوة أكبر، يعني حتى يبقى هذا المقدار ثابت، هذا المقدار ثابت، كل ما حصل قوة أكبر راح تنقص عندي شنو؟ الإزاحة، يعني على حساب الإزاحة. هسه واحد يقول لي شلون أحصل قوة أكبر؟ أقول له مو هنا عندي أنا الـ P1 تساوي الـ P2، فكل ما يعني من المساحة عندي تكبر لازم القوة هم تكبر عندي، يعني كل ما اكبر المساحة البستم اللي الساند كل ما حصل على قوة اكبر، وهذا اللي عبرنا عليه بممكن الحصول على قوة كبيرة باستخدام قوة صغيرة اعتمادا على حجم المكبس. حجم المكبس كل ما يكبر كل ما اني راح اقدر استفاد انه احصل قوة اكبر، لكن المكبس ما راح يتحرك ازاحة كبيرة، راح يتحرك ازاحة اقل، يعني حتى يحافظ لي على الطاقة تكون نفسها، لأنه إذا تحركت لي إزاحة كبيرة الطاقة راح تكون أكبر. فهاي القوانين اللي بالنسبة عندي تساوي الضغوط، خلي نعيدها على السريع، خلي أمسح هاي. عندي ثلاث شغلات، عندي الـ P1 تساوي الـ P2 وما يترتب عليها هاي المعادلة هنا، الـ V1 تساوي الـ V2 هاي ما يترتب عليها هاي مساحة المكبس، وهذا الإزاحة اللي يتحركها المكبس، هاي أيضا مساحة المكبس الثانية وهاي الإزاحة الثانية اللي يتحركها المكبس مثل ما تشوفون بالشكل. وعندي أيضا هنا ما مكتوبة الـ W1 يساوي الـ W2 في حال عدم وجود فواقد، واللي يترتب عليه شنو؟ اللي يترتب عليه أنه الـ F1 S1 أو D1 حسب، يعني أهم شيء الإزاحة، القوة في الإزاحة تساوي الـ F2 في الـ S2.
هاهي هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بتساوي الضغوط. هنا كاتب لك أن الزيادة في القوة تتم على حساب المسافة التي يتحركها، أو نقدر نقول الإزاحة التي يتحركها السائل. أي هنا الصور أكو في حال ثبوت الضغط من القوة عكسية، هنا لازم تكون طرديا طلاب، هاي هاي تصلح تصحح، لازم هاي طرديا تتناسب القوة طرديا مع المساحة، كل ما زادت المساحة كل ما زادت القوة اللي ممكن أني أحصلها. زين، نجي على أيضا هذا السؤال، سؤال أيضا عندي موجود يقول في الشكل المجاور أفرض أن وزن السيارة 20,000 نيوتن ومساحة المكبس الذي يسند السيارة، مقصود به هذا مساحة المكبس، هذا مساحة المكبس الذي يسند السيارة، يعني مو قصده هذا، لا قصده أنه المكبس اللي في تماس مع السائل 3 متر مربع، هاي المساحة، وأقصى قوة، يعني هنا نقدر نقول هاي الاف، خلينا نعتبرها الاف 2، هاي الاف 2 وهاي الاي 1، الاي 2 العفو، وأقصى قوة ممكن تسليطها على المكبس اليدوي هذا 1250 اللي هي خلينا نعتبرها الاف 1، يريد احسب قطر المكبس اليدوي، يريد الدي 1 هذا، يريد هذا، يريد هذا احسب الهي، ثم احسب الارتفاع الممكن رفع السيارة له، المقصود به شنو؟ المقصود به الارتفاع هذا، هذا الارتفاع ايش قد يريده. زين، اذا علمت ان طول شوط المكبس المضخة هذا معطيك اياه هذا 10 سنتيمتر، فهسه نجي نشوف شلون نحل هذا السؤال. اول شيء المفتاح مالتي وين؟ المفتاح يقول انه هنا السائل بما انه في يعني متصل مع بعضه، اذا راح نطبق عليه يا قاعده، قاعده باسكال، شو تقول قاعده باسكال؟ تقول الضغط الاول يساوي الضغط الثاني P1 تساوي P2، ما يترتب عليها شنو؟ من عندها نقول ال F1 على ال A1 راح تساوي لي ال F2 على ال A2، فهنا شنو عندي المجهول وشنو المعلوم؟ خلينا نجي نأشرها. ال F1 مطيني اياها 1250، المساحة طبعا هو ما يريد المساحة، يريد قطر، فاني شطر اضطر اطلع المساحة، ومن عند المساحة اطلع القطر، اذا المساحة الاولى هي مجهولة، ال F2 معلومة 20,000 نيوتن، وال A2 ايضا معلومة مطيني اياها جاهزة، اللي ما مطيني قطر مطيني اياها جاهزة 3 متر مربع. اذا السؤال تقريبا انحل، نكمل نقول ومن عندها ال A1 ايش راح تساوي لي؟ لحظة، ال A1 ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي ال F1، ال F1 مضروبة في ال A2 ومقسومة على ال F2 طرفين بوسطين، واللي ايش راح يساوي؟ راح يساوي لي طبعا نشوف الوحدات نتأكد من عندها، ال F1 هي 1250 وال A2 ايش قد؟ ال A2 مطيني اياها جاهزة 3، ايضا ما بها مشكلة وحداتها مضبوطة، ال F2 هنا مطيني اياها 20,000 نيوتن، 1 2 3 4 20,000 نيوتن، نشوف الناتج ايش قد يطلع، راح يطلع 0.1875، 7.5 طبعا هنا حكيت بجو هنا شو مو واضح، 0.1875 شنو؟ هنا الوحدات مالته مساحة، استخدمت هنا متر كلها امتار، فهنا يصير عندي متر مربع، لأنه النيوتن راح يروح وين النيوتن؟ يبقى لي بس المتر مربع، هذا المطلب الأول. إذا نشوف الفرق بالمساحة ايش قد؟ 3 متر عندي المكبس الثاني، المكبس الأول مساحته جدا قليلة اللي هي تقريبا 18 سنتيمتر وثلاثة أرباع، أو 19 سنتيمتر إلا ربع. زين، نجي على المطلب الثاني، طبعا راح أمسح حتى نقدر نكمل. هنا يقول لي ثم أحسب الارتفاع، فإحنا عندنا قانون شي يقول؟ يقول عندي الـ Q1
تساوي الكيوتو، او العفو هو صحيح الكيو 1 يساوي كيو 2، لكن احنا هنا ما عندنا يعني كيو، عندنا حجم، فنقول الفي 1 تساوي الفي 2. من عدها ايش راح ناخذ؟ الفي 1 شو يساوي؟ اي حجم شو يساوي؟ مساحة القاعدة في الارتفاع او في الطول. فاحنا شو نقول؟ مساحة القاعدة اللي هي الاي، مساحة المكبس نفسه، في الطول اللي هي هاي رمزنا لها بالرمز S، يعني A1 S1 يساوي A2 S2. الS هي قلنا الإزاحة اللي راح يتحرك السائل. زين، ها العفو، آسف، احنا قبل ما ننتقل المطلب الثاني نسينا شغلة، بس حتى احنا طلعنا مساحة، فشيريد يعني عندنا المساحة الأولى طلعناها هالقد، المساحة الأولى 0.1875 متر مربع، بس هو ما يريد المساحة، شو يريد؟ يريد قطر. فنقول من عدها شو نقول؟ نقول يابا بما انه ال A تساوي باي دي تربيع، القطر تربيع على 4، اذا من عدها شو راح نقدر نقول؟ نقول الدي تربيع شو راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 4 مضروبة في ال A مساحة طرفين وبسطين مقسومة على باي. بما انه هو يريد مني قطر، فاشيل التربيع منه، اجذر الطرفين، انطي جذر للطرفين، انشال التربيع من الدي وراح يتخلى لي جذر هنا، اعوض الرقم اللي هي شو تساوي؟ قلنا 4 مضروبه في 0.1875 مقسومه على باي الكل تحت الجذر. هنا الناتج راح يطلع 0.489 متر. هذا شنو؟ هذا قطر متر. هذا المطلب الاول، زين، اللي هو الديوان. هذا الديوان طلعنا ديوان هنا، هنا هم ايضا ديوان هنا. اوكي، هسه راح نجي نمسح حتى ننتقل المطلب الثاني اللي هسه قبل شويه يعني شرعنا به، لكن داركنا انه هذا شنو ناسين نطلع القطر. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي قلنا نرجع مثل ما قبل شوي كتبنا الـ V1 تساوي الـ V2، من عدها قلنا الـ A1 اللي هي المساحة، مساحة المكبس الأول مضروبة في المسافة أو العفو في الإزاحة اللي راح يتحركها، لازم تساوي مساحة المكبس الثاني في الإزاحة اللي راح يتحركها المكبس الثاني. طبعا هنا نشوف شنو المعلوم وشنو المجهول. الـ A1 استخرجناها، الـ S1 هو مطينيها 10 سنتيمتر، الاي 2 جاهزة بالسؤال 3 متر مربع، والاس هي المجهول يريد الازاحة اللي راح يتحركها. فاجي ارتب معادلتي، اخلي المجهول الى اليسار وبقية الامور المعلومة الى اليمين طرفين وبسطين. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الاس 2 اللي هو المجهول راح يساوي لي الاي 1 اس 1 نفسه اللي هذا الطرف من غيره تقسيم على شنو؟ على اي 2. هاي زين، هنا بس اكو نقطة المفروض ننتبه لها. هنا عندي الـ A1 طلعناها شقد؟ 0.1875، مو 0.489، ذاك قطر. احنا نجي على المساحة، هاي وحدة، هاي شنو وحداتها؟ متر مربع، مضروبة في شنو؟ في الـ S1، الـ S1 شنو هي؟ العشرة سنتيمتر، هاي العشرة سنتيمتر، هاي S1، زين. سنتيمتر ومتر مربع ما تتوانم، لازم شنو؟ لازم احولها العشرة الى شنو؟ الى متر. فايش راح اقول؟ راح اقول في 10 سنتيمتر مقسومة على 100 حتى احولها الى شنو؟ الى متر، وبالنتيجة بعدين اقسم على الاي 2 اللي هي 3 ايضا متر مربع. طبعا متر مربع و متر مربع راح يختصر، يبقى لي فقط المتر اللي هو مال اس 1، زين، وبالتالي راح يصير عندي، خلينا نشوف الناتج ايش قد يطلع. الناتج راح يكون 0.006 تقريبا متر. لاحظوا هنا في الملاحظة مهمة، يعني شوفوا انتم، صحيح انا حصلت يعني سلطت هنا 1250 نيوتن فقط، حصلت ايش قد؟ حصلت 20000 نيوتن، لكن على حساب شنو؟ على حساب الازاحة اللي راح يتحرك هنا المكبس. يعني اذا اقدر ارفع السياره، فكل 10 سنتيم للمكبس هذا الصغير
من الدفعة الأسفل، راح المكبس الكبير راح يتحرك لإزاحة مقدارها 6 بالألف متر، يعني 6 مليمات، يعني 6 مليمات راح يتحرك لي المكبس الثاني، كل 10 سنتيمتر 6 مليمات راح يتحرك. فلاحظوا انه شيء على حساب شيء يصير، حصلت قوة كبيرة لكن انه ضحيت بالإزاحة. هذا بالنسبة لهذا السؤال بشكل مطبوع، يعني هسه راح نشوف لكم اياه نفس الحل اللي حليناه قبل شوية ولكن بشكل مرتب. دا تلاحظون ال P1 تساوي ال P2، هذا المفتاح مالتي، عوضت بما يساوي هال P1 F1 على F2، العفو F1 على A1 وال P2 ال F2 على ال A2. ال A1 بعد ما رتبت المعادلة طرفين وبسطين صارت بهالشكل هذا. بعد ذلك طلعت المساحة، من المساحة ايش راح اطلع؟ راح اطلع القطر عن طريق هذه المعادلة والجذر اللي حكينا عليه قبل شوية. طبعا هنا يعني جوزاني مقرب، هاي طلعنا 0.1875 مقرب به، يعني هاي تغيير الارقام بسبب التقريب شويه. زين هنا اخر شيء راد من عندي الازاحه، هاي الازاحه راد من عندي، واستخدمت هذا القانون حتى استخرج الازاحه، وطلعت الازاحه 6 بالالف متر او ما يعادل 6 بالعشرة سنتيمتر او ما يعادل 6 مليمتر. نجي على موضوع تساوي القوى. تساوي القوى شنو؟ بعض الأحيان أنت عندك مثلا أسطوانة بهالشكل هذا، أسطوانة ثنائية الفعل، فهذه الأسطوانة هنا تشوفها أمامك، هاي في أحد طرفها قد يكون عندك ذراع وفي الطرف الآخر ما عندي بي ذراع. فهنا ايش راح يصير؟ طبعا هنا سائل يدخل منه وهنا سائل يخرج أو بالعكس حسب الصمام التوجيهي وشكله. زين هاي هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انه من تسلط قوه معينه هنا، هاي القوه راح تنتقل على الطرف الاخر من المكبس نفسه، راح تنتقل للذراع نفسه، وبالعكس اذا سلطت قوه منه ايضا راح تنتقل نفسها الى الطرف الاخر. يعني شنو؟ يعني الاجسام الصلبه، خلينا نقولها بهالمعنى هذا، الاجسام الصلبه تنقل قوى، القوة تكون بها متساوية، يعني F1 على الطرف الأول خلينا نقول تساوي F2 اللي هي على الطرف الثاني من الجسم الصلب. أما الأجسام السائلة فهي تنقل ضغوط اللي سميناها بالـ P1 يساوي الـ P2. فهنا ايش راح يصير عندي؟ هنا القوة نفسها، لكن إذا كانت المساحة التي تؤثر عليها القوة أقل، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير الضغط أعلى. يعني شنو؟ يعني هنا سلطت قوة مقدارها F على هاي المساحة، هاي المساحة صار عندي الضغط شي يساوي عند هذا الجانب P يساوي P1 يساوي F1 على الـ A1، هاي الـ A1 اللي هي مؤشر عليه هذا بالأحمر الغامق. زين هاي القوة راح تنتقل، هاي الـ F نفسها راح تجي هنا، مو هاي الـ F، فهنا الـ F الـ P2 ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي الـ F1 الـ F2 اللي هي نفسها F1 يعني مساويات، مقسومة على شنو؟ على A2. هنا الـ A2 تختلف. ليش الـ A2 تختلف؟ لأنه هنا عندي، خلي أمسح هاي شوية، هنا عندي مكبس صحيح؟ هذا مكبس وهذا ذراع، فهنا المساحة المتأثرة بالقوة هي فقط هاي اللي راح أكتبها باللون الأزرق أرسمها، هاي المساحة المتأثرة، يعني مساحة الذراع أطرحها لازم. فالـ A2 نقدر شو نسميها؟ الـ A2 اما يعطيك اياها جاهزة، واما شو يقول لك؟ يقول يعطيك الـ A1 معلومة، وينطيك ايضا الـ AR او مساحة الذراع نفسه او قطر الذراع، تطلع منه هم شي المساحة. الـ A2 ايش راح تصير؟ راح تساوي الـ A1 ناقصا الـ AR، اطرح منها مساحة الذراع، هاي الـ A2 راح اعوضها هنا. فاكيد اكيد هنا من تطرح مساحة الذراع الـ A2 اكيد راح تكون اقل، فالضغط راح يكون اعلى باعتبار هناك تناسب عكسي ما بين الضغط والمساحة. كلما زادت المساحة تشوفون هنا، كلما زادت المساحة هنا القوة نفسها، هاي الـ F نفس هاي الـ F، لكن الـ A1 اكبر، هنا عندي الـ A1 اكبر من الـ A2،
وعندي الاف طبعا هاي تساوي الاف نفس الاف، يعني هو ما كاتب لك 1 و 2 لانه مساويات. فهنا الاف على مساحه كبيره راح يكون عندي الضغط بي 1 يساوي لي البي 1 يساوي لي الاف اللي هي ما راح نعطيها 1 و 2 لان هي مش شابهه، مقسومه على الاي 1 اللي هي كبيره. البي 2 ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي نفس الاف لكن مقسومة على اي اصغر، على مساحة اصغر. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انه كلما زادت المساحة كما هو الحال هنا الضغط راح يكون اقل، يعني هنا الضغط يكون اقل، في حين هنا الضغط يكون اكبر، وذلك بسبب انه المساحة صارت اصغر. فهاي بشكل عام يقول لك تساوي القوى، هاي هنا تساوي القوى وما يعني يستلزمه من معادلات. وهنا ايضا يعطيك فد ملاحظة يقول لك في حال ثبوت القوة، يعني القوة ثابتة الاف، يتناسب الضغط عكسيا مع المساحة، يعني كلما زادت المساحة راح يقل عندي الضغط. في حين بالقوة ايش قلنا؟ في حال ثبوت الضغط هناك بتساوي الضغوط، قلنا في حال ثبوت الضغط تتناسب القوة طرديا مع المساحة. هاي كانت بالخطأ كاتبة عكسيا صلحناها. يعني هنا عندنا سؤال يقول ما الضغط المتولد من قوة مقدارها 10 كيلو نيوتن على مساحة مقدارها نصف متر مربع؟ هاي أول سؤال الضغط يريده. وما الضغط المتولد إذا زيدت المساحة إلى 5 متر مربع، يعني ضاعفت 10 مرات؟ خلينا نقول زين، خلينا نجي على واحد واحد. سؤال جدا بسيط، ما الضغط المتولد؟ الضغط شنو قانونه؟ نقول الضغط P راح يساوي لي الاف على الاي، هاي بشكل عام. نجي القوة شقد؟ القوة 10 كيلو نيوتن مقسومة على شقد؟ على المساحة اللي هي نصف متر مربع ويساوي 20 كيلو نيوتن على المتر المربع. هذا أول مطلب، 20 كيلو نيوتن على المتر المربع. زين، من أجي أنا هسه شيء يقول وما الضغط المتولد إذا زيدت المساحة، يعني شنو؟ يعني القوة نفسها 10 كيلو نيوتن، المساحة تغيرت. فنجي شنو نقول هسه؟ بما أنه قال وما الضغط المتولد، إذا عندنا هذا نرمز لبرنامج 1 الاف نفسها الاي، هاي اي 1، راح يصير عندنا الحاله الثانيه البي 2 ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي الاف ثابته ما راح اعطيها رقم، مقسومه على الاي 2 المساحه بعد ما زادت. فنجي نعوض الاف هي كانت 10 وبقت 10، 10 كيلو نيوتن، اقسمها على 5 متر مربع، فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 2 كيلو نيوتن على المتر المربع. فكأنما كل ما تزيد المساحة، بالضبط انت عندك قوة ثابتة، كل ما تزيد المساحة فكل متر مربع، كل سنتيمتر مربع، كل مليمتر مربع من هذه المساحة راح ينول نصيب اقل، وهو المعروف بالضغط، يعني الضغط راح يكون عليه اقل باعتبار كأنما أعطيك مثال بسيط، يعني أنت مثلا تشيل ثقل معين، بينما من يجي أحد زميلك وياك يساعدك راح الثقل راح يتوزع على 2، من يجي زميل ثالث يساعدكم توزع على 3، فالضغط على كل واحد راح يقل بزيادة عدد الأشخاص أو بزيادة المساحة. وهذا طبعا أنتم ماخذين يعني بالساحبات المسرفة تشوفون أنه تفضل في الأراضي الغدقة، في الأراضي اللي ما نريد نسوي بها دكل التربة، تستخدم عادة في المعدات الثقيلة، هي معدات ثقيلة القوة مالتها الاف عالية، فشي يسوون؟ يكبرون مساحة التلامس مع الأرض حتى القوة تتوزع على مساحة أكبر، وبالتالي الضغط ينخفض إلى أقل ما يمكن. هاي هنا أكو فد ملاحظة أيضا مهمة، مثلا هاي الآن هسه تساوي القوة بعدنا. تساوي القوى شنو؟ عندي جسم صلب، هذا جسم صلب اللي هو المكبس داخل الاسطوانة أو هذا المكبس نفس الشيء. هذا الجسم من تسلط عليه قوة
هو جسم صلب فينقل قوة، القوة راح تكون نفسها ال F1 راح تساوي ال F2. يمكن أنا جبت لكم بالواجب هم شيء مقارب على هذا. ال F1 هنا نفس ال F2 لكن الضغط راح يختلف. ليش؟ لأنه هنا عندي ال F1 وعندي هنا مساحة معينة، فصار ضغط F1 على A1 يعطيني P1، فالضغط معين. زين، هنا القوة نفسها انتقلت، ال F1 يساوي F2، فال F1 نقدر نعتبرها نفسها على A2، هذا ضغط ثاني. ليش؟ لأنه المساحة اختلفت عندي. هاي حالة. الحالة الثانية نفس المكبس، يعني هنا شوف هذا مكبس وهذا مكبس ثاني، يعني هذا المكبس رقم 1 خلينا نسميه، وهذا المكبس رقم 2، بينما هنا عندي هو نفس المكبس ما عندي غيره، لكن الاختلاف شنو؟ الاختلاف انه بي ذراع. زين، هنا الذراع دائما انا من اقول الضغط يساوي القوة على المساحة، يا مساحة مو كل المساحة، فقط المساحة المتأثرة. حكيناها احنا بالصف اذا تتذكرون، المساحة المتأثرة هي هنا، هاي كلها راح تكون المساحة المتأثرة، لكن بالطرف الآخر فقط هذه هي المساحة المتأثرة. هنا راسم لكم إياها منظر فرونت فيو، يعني هذا الذراع كله راح ينطرح. فأنت شو تسوي؟ لازم تطلع مساحة الكلية، المساحة الكلية اللي هي A1، يعني الـ A2 هنا ايش راح تساوي لك؟ الـ A2 راح تساوي الـ A1 كلها ناقصا الـ AR، الـ AR مقصود بها مساحة الذراع، مساحة الذراع. زين، هسه واحد يقول لي يصير اني راسا، يعني هذا مثلا اذا مطيني قطر مثل ار العفو دي 1 يصير آني، وهذا مطيني هنا دي يعني قطر الذراع، هذا مطيني هنا قطر الذراع، خلينا نقول دي ار الار يعني رود ذراع. فيصير اني راسا اقول الدي 1 ناقص الدي ار واطلع الفرق، وبعدين اطبق المعادله هاي مال باي دي تربيع على 4. هاي هسه راح نشوفها بالامثله، نحلها ونشوف تصير لو ما تصير. هسه الصوت احسن هسه شويه. ممتاز. الان طلاب هذا سؤال اخر. A cylinder is supplied with 100 bar pressure. Its effective piston surface is equal to hell gate. Find the maximum force with which can be attained. يعني شنو يقول؟ يقول عندنا مكبس يعني مسلط عليه ضغط مقداره 100 بار. هنا استخدم لي البار. مقداره 100 بار. زين. يقول الـ effective piston surface يعني المساحة الفعالة للمكبس تساوي هالقد، مطيني اياها جاهزه، هاي المساحه الفعاله مطيني اياها جاهزه، ومنطيني الضغط اللي هو دا يسلط على المكبس ايضا. يقول فايند يعني جد اعلى قوه ممكن الحصول عليها. هاي السؤال كلش بسيط، يعني ما يراد له كل شيء، نجي فقط نطبق القانون اللي هو شو يقول. يقول لي البي تساوي الاف على اي، هو شو يريد اعلى قوه. Find the maximum force. فمجرد بس أغير المعادلة مالتي طرفين وبسطين، الـ F راح تساوي لي؟ راح تساوي لي الـ P في الـ A. هنا انتبه، الـ A مطينيها سنتيمتر، والضغط مطينيها بالبار. فأني شو أحتاج؟ أحتاج أني اثنيناتهم بالنسبة لي راح أحولها إلى متر، متر يعني مربع، والبار أحوله إلى باسكال. يعني مثل ما تعرفون الباسكال هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن نيوتن على المتر المربع. والباسكال شو يساوي لي؟ يعني العفو البار، واحد بار يساوي لي 10^5 باسكال. زين، فاحول وحتى يطلع عندي الـ، وايضا الـ المساحه احولها سنتيمتر مربع. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير اول شيء راح اقول يا بالضغط عندي يساوي 100 بار، ويساوي قبل ما اكتب يساوي راح احوله راسا اقول في هنا البار اخليه بالاسفل حتى اختصره، وهنا الباسكال اللي هو نيوتن على المتر مربع اخليه فوق، اقول 1 بار هو 10^5 باسكال، اذا اضرب ال100 في 10^5 يساوي لي 10^7 باسكال. هذا الضغط. المساحه عندي الاي يساوي لي
بما انه انا استخدمت باسكال، يعني شنو باسكال؟ يعني نيوتن على المتر المربع، فلازم السنتيمتر ايضا احوله. فش اقول؟ اقول 7.85 سنتيمتر مربع، احولها ايش اقول؟ هنا اقول سنتيمتر مربع اخليها جوه حتى اختصرها، والمتر المربع اخليه فوق. ايش اقول؟ اقول 1 متر مربع ايش كم سنتيمتر مربع؟ 10 اس 4 يعني 10000. هنا هذا نقطة البوينت. هنا ايش قد راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 0.0007، او نقدر رأسا نكتبها هيك بهالشكل هذا للسهولة. 7.85 في 10 اس سالب 4، هاي 10 اس 4 بالمقام اصعدها لي فوق واكتب هنا متر مربع. ها هي صار السؤال جاهز. فش اقول؟ ارجع على هذه على هاي المعادلة، اقول اذا الاف، اذا الاف تساوي 10 اس 5، مو عندنا 10 اس، لا 10 اس 7، 10 اس 7 هاي 10 اس 7 مضروبة في 7.85. استعرفتوا ليش سويتها في 10 اس سالب 4؟ حتى يعني اسهل تكون بالحساب. في 10 اس سالب 4، سالب 4 وهنا يساوي ايش قد يساوي؟ في 10 عند الضرب شو يصير بالاسس؟ تجمع الاسس، تجمع. فسبعة سبعة، لا بس لحظة لحظة، مو عندنا سالب اربعة، فسبعة زائد سالب اربعة يصير 10 اس 3، مضبوط. هو صحيح تجمع بس عندنا اشارة السالب، فاذا يصير عملية طرح 10 اس. هذا شيء شنو الوحدات مالته؟ نيوتن او رأسا. احنا ايش عندنا؟ نجي هنا السؤال مالتي ايش عندنا؟ هنا عندي باسكال، مو صحيح؟ هذا باسكال حياته. وهناش عندي متر مربع، فباسكال اللي هو نيوتن على المتر المربع، في متر مربع راح يبقى لي فقط نيوتن وهو قوة. ها هي نحل السؤال. السؤال هذا جدا بسيط بس شوية تنتبهون للتحويلات مالته. ها هي طلابنا هنا دي يوضح لنا، يقول انه بالنسبة الى القطر او المساحة بشكل عام، ممكن انه انا ما استخدم الحسابات اللي طرقنا لها، ممكن انه عن طريق دياجرام معين او شارت معين ممكن انه استخرجها. فهنا اكو المهندسين صمموا بعض الشارتات في سبيل انه ترجع لها بدون حسابات. يعني شنو؟ يعطيك مثلا على سبيل المثال هسه هذا الشارت اللي تلاحظون المحور السيني الاكس اكسس اللي هو بيستن دايمتر، يعبر لك عن قطر المكبس، قطر المكبس. بينما المحور الصادي او الواي اكسس هو يمثل لك الفورس، القوة. فاذا انت عرفت القوة وعرفت البيستن دايمتر راح تعرف الضغط ايش قد، او اذا عرفت الضغط ايش قد والفورس راح تقاطعهن راح تطلع الدايمتر ايش قد. يعني هنا هسه بالسؤال هذا ايش قاعد ايش مطيك؟ مطيك القوة الفورس مطيك اياها 100 كيلو نيوتن، ومنطيك الاوبريتنج بريشر البي 350 بار. فنجي 350 بار تلاحظ هنا ذني مطيك هذا اللي مطيك الضغوطات، فتجي تشوف 350 بار وين؟ هذا اول وحده لي فوق، هاي 350 بار اللي يمثل لي هذا الخط، هذا الخط. زين هذا الخط يعني ذني اهملهن كل الخطوط اهملهن، اجي على فقط اول خط. فش راح يصير عندي؟ راح اجي اقاطع ويا من؟ اقاطع ويا المية. يعني هذا المية مو مية كيلو، طبعا تلاحظون لازم الوحدات نفسها كيلو نيوتن كيلو نيوتن، اذا مطيك اياها بلي نيوتن كون تحولها. زين فمية كيلو نيوتن نجي نشوف هاي مية كيلو نيوتن هياتها، هذا الخط مال مية كيلو نيوتن. من اقاطع ويا ال 350 راح تطلع لي هاي النقطة، هاي النقطة من اعكسها على المحور الصادي اللي يمثل لي قطر المكبس راح يطلع لي قطر المكبس ايش قد؟ راح يطلع لي قطر المكبس هو 60، بس شنو؟ 60 بالوحدات اللي هو كاتبها 60 مليمتر. شوفوا لاحظوا مليمتر، يعني هاي هسه اذا نجي الخط عدل 60، هاي 60 والوحدات مليمتر. زين يعني هذا القطر من انت تطلع المساحه راح تقول يا بل اي تساوي الباي دي تربيع على 4، الدي هو ايش قد؟ هو 60 مليمتر، راح اربعه
وخليه بالمعادلة راح تطلع لي المساحة. يعني هذا بس للتبين لكم انه شنو الطريقة الأخرى اللي ممكن انه نحصل بها. طبعا هاي مو خاصة فقط بال يعني بخصوص الضغط والقوى، لا اكو هواي شارتات، يعني درجات حرارة، كثافات، لزوجة، غيرها، جداول اكو، فممكن ان واحد يرجع لها ايضا. خلينا نجي على هذا السؤال، اذا خلوني اراجع اشوف شنو يعني يجوز بي رسم انا يجوز ما خالي الرسم مالته، على الرسم موضح المسألة مالته. زين، هذا الحكي هسه كله كان بدنا نحكي على تساوي القوى. نجي على تساوي عفوا تساوي الضغوط. تساوي القوى شنو؟ تساوي القوى عندك مكبس، زين، تتسلط عليه قوة، مكبس بيه طرفين، زين، الطرف المكبس هذا تسلط عليه قوة، نفس القوة راح تنتقل إلى الطرف الآخر، لكن شنو؟ الضغط راح يختلف اعتمادا على المساحة. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هنا، شوف، يقول لك بريشر ترانسفير، يقول ضغط ينتقل باي دبل اكتنج سلندر، ضغط ينقل باسطوانه مزدوجه الفعل. المعطيات هي شنو؟ الجيفن يقول بي 1، هاي البي 1 هذا اللي منا مطيني اياه ايش قد؟ 10 في 10 اس 5 باسكال. الاي 2 الاي 1 اللي هي مساحه هذا المكبس كله، هاي مساحته 8 سنتيمتر مربع، محولها راسا هو للمتر المربع. زين، ليش انه عنده باسكال؟ باسكال نيوتن على المتر المربع، فحولها. هناش عندي، عندي الـ A2 4.2 سنتيمتر مربع، ايضا محولها، فهنا الحل شنو راح يصير؟ هنا بس انتبهوا طلاب، هاي النقطة اللي تنتبهون عليها. هنا هو شو يريد؟ يريد الضغط. الضغط الثاني هذا الـ P2 يريده. فهنا الـ P1 هنا العفو المفتاح مالتي شي يقول؟ يقول التساوي القوى، يعني الـ F1، بس لا تنقل بالصفحة، الـ F1 تساوي الـ F2. زين، الـ F1 تساوي الـ F2، لا شي يلزم هذا الشيء؟ يلزم انه الـ P1 A1 تساوي الـ P2 A2. السؤال هنا الـ A2 هو طبعا نعطيني اياها جاهزة، لكن في بعض الاحيان يعطيك هاي، ما يعطيك الاي 2، شو يعطيك؟ يلوف السؤال عليك، يقول لك مساحه الذراع كذا، فانت شو تسوي؟ كثير من الطلاب راسا جاب مساحه الذراع شرخها هنا سواها اي 2، هي غلط. هنا بهالسؤال اوكي معطيك اياها جاهزه تجيبها راسا، لكن من عندك مساحه الذراع هاي الاي 2 ما راح تجيبها راسا، ايش راح تقول؟ هاي الاي 2، تقول الاي 2 تستخرجها على صفحه تساوي الاي 1 المساحه الكليه ناقص مساحة الذراع. هاي خلي عليها خطين او ثلاث خطوط. زين؟ هاي حتى لا تغلط بها. هنا جيبها راسا، لانه معطيك اياها جاهزة. زين؟ فهنا ايش راح نقول؟ راح نقول يا بال 10 في 10 اس 5، يعني 10 اس 6، خب اكتبها 10 اس 6. 10 اس 6 زين؟ مضروبة في 0.008، يعني 8 في 10 سالب 4. يساوي الـ P2 اللي احنا نريدها، الـ P2 اللي احنا نريدها مضروبة في 0.00042. هاي بعد ذلك طرفين وبسطين راح تطلع الـ P2 عندك. فبس انا اريد انبهك انه هاي الـ A2 تساوي الـ A1 ناقصا الـ A-ROD. انطاك اياها جاهزه خير على خير، ما انطاك اياها جاهزه هذا القانون هو يطلع لك اياها. طبعا هذا السؤال مقارب للسؤال اللي قبله، فحاولوا انتم تحلوه، يعني الطريقه نفسها تقريبا، فما راح احله حتى شوي نتاخر. هنا هذا السؤال غير شيء، هذا السؤال شيء يريد من عندك؟ السؤال هنا منطيك تصريف ومنطيك مساحه، شيء يريد من عندك؟ يريد من عندك يريد من عندك هاي السرعة، يريد منك السرعة. طبعا هنا هو رايد الاس، بس هو المفروض يكتب السرعة. السرعة، سرعة المكبس، سرعة المكبس شلون احسبها؟ بشكل عام انت عندك الكيو شو يساوي لي؟ تتذكرون المعادلة مال الاستمرارية؟ الكيو قلنا يساوي الاي في الفي، الاي مساحة، يعني هذا التصريف، تصريف، وهاي مساحة، وهذا شنو؟ هاي سرعة. إذا تتذكرون بالمواع أخذنا A1 V1 تساوي الـ A2 V2 وتساوي الـ Q. فأني هنا المفتاح مالتي شنو؟ أنه الـ Q شو يساوي لي؟
الكيو بشكل عام يساوي لي السرعه او المساحه في السرعه. زين، اني اذا اريد السرعه فبالنتيجه هم ايضا طرفين وبسطين، السرعه شو تساوي لي؟ تساوي لي الكيو على الاي مع الالتفات للوحدات. فهسه هنا الكيو بيش مطيني اياها؟ مطيني اياها لتر على الدقيقه، والايش مطيني اياها؟ مطيني اياها سنتيمتر مربع. فلازم شو اسوي هنا؟ اكو فد ملاحظه مهمه، التصريف من يعطيني اياه باللتر؟ اللتر هي وحدة اللتر، انا حكيت لكم اياها سابقا، اللتر وحدة حجم. يعني هي شلون نقول، هي جتي من بطن امها وحدة حجم، مو مثل المتر. المتر لا، المتر مو وحدة حجم، وحدة طول، ربعناه صار وحدة مساحة، كعبناه صار وحدة حجم. بينما اللتر لا، هو من اساسه وحدة حجم. زين، فهاي وحدة الحجم اني ما راح اقدر استخدمها، اني شو احتاج؟ اريد سرعة. السرعة شنو؟ طول على زمن. الطول يعني اما متر واما سنتيمتر واما انج واما قدم. فاني هذا اللتر لازم احوله. فش راح احوله؟ اني بالنسبة لي عندي سنتيمتر مربع، راح احوله سنتيمتر مكعب. هذا ليش سنتيمتر مكعب مو سنتيمتر؟ لانه قلنا هو وحدة حجم. فهنا شو اقول؟ اقول يابا الكيو مالتي، الكيو طبعا هو هنا محاولة رأسا، محاولة متر. ال 4.2 هاي الكيو تساوي 4.2، راح امشي مثل ما هو حال، لتر على الدقيقه، حجم على زمن. هذا ايش راح يصير عندي؟ راح اضربه، طبعا هو محول تحويل، يعني محول الدقيقه الى ثانيه ومحول اللتر الى متر. فاللتر راح احوله الى متر مربع، متر مكعب العفو. اقول واحد متر مكعب ايش كم لتر؟ انتوا قولوا لي. 10^3، ممتاز. زين، والدقيقة طبعا خليتها هنا، ايش كم ثانية؟ طبعا هو انت مو لازم، يعني مو لازم تحبس، هو ما ادري ليش محولها. على كل حال يعني الثانية مو شرط، الدقيقة مو شرط تحولها. زين، الواحد دقيقة 3600 ثانية، مو صحيح؟ هاي غير دقيقة، عمر 3600 غير بها بركة، هاي اذا 3600. زين، هنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا اللتر راح يختصر قلنا، والدقيقه راح تختصر. فهنا راح النتيجه راح تطلع هو على 0.7 في 10^3 متر مكعب بالثانيه. السنتيمتر مربع بما انه هو ذاك حوله، ما اعرف ليش حوله متر مكعب، فهذا هم لازم نحوله، حوله ايضا متر مربع بس قسمه على 10000. شوف اضربه في ايش قد؟ في 10^4. الان اجي اعوض ارقام، الكيو صار عندي 0.07 في 10^3 تقسيم، طبعا هاي غلط هيك ينكتب، المفروض ينكتب بطريقة أخرى، 0.28 في 10^4. هذا بس من باب الشيء بالشيء يذكر، اكو الكتابة العلمية يسموها. هذا 0.07 غلط، ليش؟ المفروض يكتبها بهالشكل، هذا 7 في 10^5، يعني هاي 7 يطلعها يخليها هنا ويكتب في 10^5، فهي راح تصير نفس القيمة. وهاي الجوة هي 0.28، المفروض يسوي 2.8 في 10^5. يعني غاية الأمر أنه بالكتابة العلمية ما يصير عندك هيجي رقم، لازم عندك آحاد بوينت فد أرقام هواية، آحاد بوينت فد أرقام هواية. يعني بس هاي معلومة لكم، يعني بس هو الناتج ما يتغير، يعني يطلع صحيح، بس كتقنيا أو فنيا نقول كتابة هي مو هيجي تنكتب. زين، فهنا تقسم يطلع لك فد رقم، ما راح اقسمه حتى لا نضيع الوقت، يطلع لك فد رقم وراح يمثل لك السرعه بوحدات المتر الثاني. ليش متر على الثانيه؟ عندي هنا هذا الفوق متر مكعب على الثانيه، هذا زين، وهذا الجو شنو؟ تقسيم متر مربع، فهذا التكعيب راح يروح ويا هاي كلها، يبقى متر على الثانيه. اوكي، هسه هاي خلصنا عندها، هاي ما راح اشرحها لانه سهله، يعني ما يراد لها شيء. هنا منطيني مساحه، ومنطيني ازاحه، ومنطيني شو اسمه، يريد الكيو. الكيو شلون تحسبه هنا؟ الكيو شو يساوي؟ يساوي الاي في الفي، مو صحيح؟
الاي وينها؟ الاي 8 موجوده. زين الفي وينها؟ من يقول لي الفي وينها يا معودين؟ الفي وينها؟ صدق كذب؟ الاسعلت. يلا الاسعلتي هي قالتها زميلتك. بس لحظه طلاب ثواني هاي شوي زميلتكم قالت الاسعلتي هو هذا صحيح طبعا. الازاحه على الزمن هي سرعه، فهو هنا مطيك الازاحه مطيك الزمن. فمجرد انه تقول يا بالفي نستخرج الفي اول شيء تساوي الاسعلتي الازاحه على الزمن او الدي على تي، قلنا اختلاف الرموز مو فد شيء يعني، فراح يساوي لي 10. ما راح احول لانه نفس الوحدات. 10 تقسيم 1 هاي خو مبينة 10، بس شنو تصير 10 سنتيمتر بالدقيقة. زين اجي اعوضها، هنا عندي الكيو ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي 8 سنتيمتر مربع مضروبة في 10 سنتيمتر على الدقيقة. فهنا راح يصير عندي 80 سنتيمتر مكعب على الدقيقة، وهذا هذا التصريف، هذا التصريف حجم على زمن، هذا هو. فسؤال بسيط يعني.
هذا شنو شي يريد هذا من عندنا كيو يريد الكيو، ها هذا يريد الكيو، هذا هم بسيط. هذا شيء ايش مطيك؟ مطيك السرعه الاولى والسرعه الثانيه، ومطيك المساحه الاولى والمساحه الثانيه. فهنا انت كيفك يعني الكيو. بس لحظه هنا، فد لحظه هنا كيو ايه هنا ايش راح يصير عندي؟ الكيو 1 اللي هو هنا، هذا الكيو 1 راح يساوي لي الكيو 2 اللي هو هذا هنا. Q1 تساوي Q2، سائل دي يدخل نفسه دي يعني يدخل من الفتحة يخرج منها، راح يدفع المكبس، فالكتلة ثابتة يعني أو الحجم ثابت. فالـ Q1 تساوي الـ Q2. هنا شي يقول؟ يقول A1 V1 تساوي الـ A2 V2. فهنا أنت هو يريد منك الـ Q بشكل عام، فأنت كيفك لو تستخدم، العفو هاي أنا غلطان، A1 V1 لو تستخدم هذا، لو تستخدم هذا بكيفك، اثنيناتهم تطلع نفس الناتج. هسه لو نجربها اثنيناتهم نفس الناتج، لكن شنو تنتبه لي؟ تنتبه لي انه هنا الاي 1 مطينيها سنتيمتر مربع، لازم احولها الى متر، او بالعكس المتر احولها سنتيمتر. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 0.2 سنتيمتر مربع. يعني هنا خلينا نسويها، الاي 1 راح تساوي 0.2 سنتيمتر مربع مضروبة في سنتيمتر مربع هنا، ومتر مربع يصير فوق 1/10000. وهنا الـ A2 نفس الحالة 0.008 سنتيمتر مربع نفس الحالة 1/10000. وتحل تطبق القانون، فكيفك لو تريد هذا لو هذا، اثنيناتهم يطلع لك نفس الناتج. لو هنا هذا السؤال ايضا شويه بيفت فكره، يعني مو صعب بس بيفت فكره حلوه. بنطيني اسطوانه، هنا هاي الاسطوانه شو يقول؟ يقول منطيني الكيو مالتها التصريف كيو، ومنطيني الدايامتر اللي هو القطر، ومنطيني ايضا شنو هاي انلت، ها هنا عندي انلت، هذا هنا عندي خلي امسحها. شوف هنا هذا السؤال بيه فد فكره حلوه، هنا منطيني القطر، هذا القطر دي 2 مسمي دي 1، ومنطيني هذا دي مسمي دي 2، ومنطيني الكيو بشكل عام لان الكيو هو ثابت قلنا. هنا شي يريد سرعه المكبس. زين هنا من يقول لي شو راح احل هذا السؤال؟ منطيني الكيو هذا، ومنطيني القطر الاول اللي هو قطر الفتحه، هاي قطر الفتحه زين، ومنطيني قطر المكبس. هنا شو راح احل السؤال؟ منو عنده فكره عن الموضوع؟ ها طلاب عندكم فكرة شلون نحل هذا السؤال؟ يريد سرعة، فأني وين أروح؟ أروح على معادلة الاستمرارية، أو أروح على بالضبط هي هاي الـ Q1 تساوي الـ Q2. الـ Q1 يا هي يعني الداخل من ضمن الفتحة، هذا Q1، والـ Q2 هو هذا لازم هنا أكتبه، هذا Q2. زين الـ Q1 تساوي Q2، إذا معناته شنو؟ معناته الـ A1 V1 تساوي الـ A2 V2. الـ A2 V2 زين. هسه واحد يقول لي زين، مو هو اصلا ما منطيني اي في، يعني منطيني بس الكيو. اقول له خوش، احنا شو نريد؟ هو شو يريد من عندي؟ يريد الاكستنشن سبيد مال بيستن، يعني سرعه الاستطاله المكبس، هاي الفي 2 يريدها. زين الفي 2 انا بعد شو احتاج؟ ما احتاج الكيو 1، الكيو 1 ما لي علاقه به. فالكيو امسحها، شو اقول؟ اقول يابا هو الكيو 2، الكيو 2 تساوي لي الكيو 1، مو صحيح؟ هذا اذا وات تساوي ايش قد؟ منطيني اياها، ليش قام يقطع؟ هذا يساوي
هنا تساوي 10 لتر بالدقيقة، 10 لتر بالدقيقة. زين، العشرة لتر بالدقيقة، ها قبل 10 لتر بالدقيقة، هنا الـ Q2 شي يساوي لي؟ الـ Q2 تساوي الـ A2 V2 اللي أنا أريد هاي الـ V2. زين، الـ A2 ما عندي أستخرجها من طين المعطيات مالتها، فإيش راح أسوي؟ أقول يابا الـ A2 تساوي باي دي تربيع، هو مطيني قطر، مطيني قطر باي دي تربيع على 4 ويساوي، خلينا نطلعه بالمليمتر بعدين نشوف شلون نحوله، باي في 6 تربيع، هذا لا العفو هذا مو 6، ليش ما اخذ ال 6؟ لانه ال 6 قطر الفتحه، انا ايش دا اتعامل وياه من اسوي المكبس، فالمكبس القطر مالته 32، فاقول باي هذا قلنا الـ Q1 تساوي الـ Q2 وتساوي العشرة لتر بالدقيقة. هنا عندي قلنا الـ A2، أنا أريد الـ A2، الـ A2 مال المكبس شلون؟ شلون؟ نفس الشيء ما يأثر، هي مطول المساويات نفس الشيء ماكو فرق. زين، هي طبعا فنيا كلام صحيح لازم Q2 تساوي Q1، بس يعني بالحال ما تأثر، فهنا راح اسويها انا Q2 تساوي اللي هو مطين لي Q1. اوكي، فال A2 يساوي الباي دي 2 تربيع على 4 ويساوي هنا الباي الدي 2 قلنا 32 مربع ل 32، شوف ايش قد يطلع بعدين على 4 ويساوي، خلينا نشوف بالحاسب، يعني حرام فد يوم تحسبون الناتج وتطلعوا لي تقول لي استاذ هذا الناتج يعني الا انا يعني احسبه. زين، يطلع 804.25 تقريبا، اللي هو شنو؟ مليمتر مربع، بس انتبهوا هنا مليمتر مربع. هنا ها هي بس بيجي عوض، بس بقى عندي نقطة، هنا يريد مني سرعة، فقلنا السرعة اللتر لازم شو اسوي؟ لازم احوله. فأنا ايش راح اسوي؟ اللتر راح احوله إلى سنتيمتر، والمليمتر راح احوله إلى سنتيمتر، فتطلع لي السرعة بوحدات سنتيمتر على الدقيقة. زين، هنا شو أقول؟ أقول العشرة لتر هاي أضربها في ايش قد؟ اللتر هو بالبسط أخليه هنا بالمقام، والسنتيمتر اخليها هنا فوق، راح يصير عندي الواحد لتر، الواحد لتر 10^3 سنتيمتر مكعب. زين عيني مو صحيح، الف سنتيمتر مكعب، راح يصير عندي 10^4 ويساوي 10^4 لتر، هم رجعنا للتر، سنتيمتر مربع، سنتيمتر مكعب العفو على الدقيقة. هسه هذا اجي ايش اقول؟ اقول ويساوي هذا هنا، يعني خلينا نكتب رأسا هيجي نحوله، نقول في هنا مليمتر مربع وهنا سنتيمتر مربع، طبعا تقدر تتحول لتر الى مليمتر هم ماكو مشكلة. زين، هنا الواحد سنتيمتر مربع يساوي 100، فهنا هسه ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي اخر شيء ال V تساوي ال Q2 على ال A2. زين، ال Q2 ايش قد طلعت لي؟ 10^4 هاي ال Q2، ال A2 ايش طلعت لي؟ طلعت لي 8، يعني هنا طلعت كأنما 8.0425، مو هيك صارت صحيح؟ شوف ايش قد يطلع، سيطلع سرعة كلش عالية هنا، تصور اكو فتشي خطأ هنا، ما معقولة هيجي. ها اوكي بالدقيقة، هنا لتر فوق صار لتر جوا، سنتيمتر مكعب، اوكي زين،
السرعة راح تطلع كلش عالية. واحد اثنين ثلاثة أربعة، صارت 10,000 تقسيم 8.04225. سرعة جدا عالية طلعت. ها ليش طلعت عندنا السرعة عالية؟ من يقول لي؟ ليش طلعت عندنا السرعة عالية؟ طلاب وياي، ليش طلعت هيك السرعة عالية 1200 وش اسمه؟ إيه ليش طلعت السرعة عالية؟ هاي السرعة صحيحة ليش يطلع هالقد؟ كلش ممتاز، لأنه بالسنتيمتر، يعني هسه هاي لو تحولها المتر تطلع 12.43 متر بالدقيقة، مو بالثانية، بالدقيقة. فمعقولة، يعني سرعة معقولة. زين، يعني بالدقيقة يتحرك 12 متر، جدا معقولة. فهذا الحل مالته.